اسم المسيح الأحد الأول جبرائيل بشر الكاهن زكريا بميلاد المعمدة صوت صارخ في البرية بأحلى أيامك يا كياك أيامك كلها تسبيح بنطوف فيها العذراء ونمجد اسم المسيح أحد الثاني جبرائيل بشر ابنتي يواقيم بميلاد عمانوئيل صانع الخلاص العظيم محلى أيامك يا كياك أيامك كل تسبيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح أحد الثالث العذراء تذهب تخدم آلي صبا ارتقد الجانب بابتهاك في بطنها في سبات محلى أيامك يا كياك أيامك كل تسبيح بنطوب عذراء ونمجد اسم المسيح لحد الرابع لي صابات ولدت عطيات سماء يوحنا المعمدان عظم مواليد النساء محلى أيامك يا كياك أيامك كلها تسبيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح في 29 من كياك في المزود ولد يسوع يعطينا خبز الحياة ويروينا من الينبع محلى أيامك يا كياك أيامك كل تسبيح بنموم فيها العذراء ونمجد اسم المسيح. مديح أنا أفتح فاي بالتسبيح والمرض السلام لك يا أم بخريستوس. أنا أفتح فاي بالتسبيح لسيدنا يسوس بخريستوس أمدح مريم وصرخ وأصيح السلام لك بك يا زين البشر يا رجعنا تانينا الفردوس بعد 5500
السلام. تكلم معك غبريان رئيس روتن نيانجيلوس بشرك بالسلام وقال السلام لك يا أم بخير. جيت رسمونا إليك بالنعمة يا بكر وعروس وقوة العالي تظل للك يا السلام. عملت يا عذرا رب المال سوف يولد منك القدوس وبك يتم كل الوعد. السلام لك يا أمي بخريستو خالق كل بشرية في بطنك سكن يسوس 9 أشهر متوالية. السلام لك يا أمي بخريستو. دعيت عذرا وولدت فلكل أرواح ونفوس وفوق ذراعيك حملت. السلام لك يا أمي بخريستو. ربيتك شبه إنسان بجسد طائر كامل ملموس وهو مكون كل الأكوان. السلام لك يا أمي بخريستو. زينت العالم أجمع يا مريم في طرسينوس حتى ان لك تطلع. السلام لك يا أمي بخريستو. سليمان في نشيد الانشاد قنسيا بك افخر ملموس شبه العنبر وأيضا زاد. السلام لك يا أمي بخريستو. شاد أشعيا ونطق بسبب وقال عنك يا بكر عروس أنك تلدين رب القوات. السلام لك يا أمي بخريستو. سوفونيوس خلق قولا موصوف عن حبلك يا بكر عروس مثل مطر ينزل على الصوف. السلام لك يا أمي بخريستو. ضربوا فيك عدة تمثال واحضار الرئيس والمروس وأرمية
معدنياً. السلام لك يا أمي بخريستو. طباك يا ما نرى شبينر توقعت في غروس والشجرة كاملة ببهاء. السلام لك يا أمي بخريستو. ظهر منك عن بر مخزون ومدحك داود في بصرموس وقال أنت أبواب سيون. السلام لك يا أمي بخريستو. عنيت فوق الشروبين يا من سرتي بثرونوس وتشرفين فوق السرافين. السلام لك يا أمي بخريستو. مديح للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس بنيوت أبا أنطونيوس في كنيسة أبقى في مجمع الأطهار قائم بكل وقار. بيوت أبا أنطونيوس قائم بمجد عظيم مع لباس الإسكين في طقس السرافين. بيوت أبا أنطونيوس بصلاة روحانية بحياة إلهية دشنت البرية. بليوت أبا أنطونيوس بجاد في الصلاة عشرات السنوات بدموع في المطانيات. بنيوت أبا أنطونيوس بنسك في الأصوام على مدى الأيام بنفس الله تنام. بنيوت أبا أنطونيوس بزهد في اللذات بعزيز في الإلهيات وتأمل في الروحيات. وحن النبي ويحن ابن زكريا. بنيوت أبا أنطونيوس ارتعي شياطين من قلبك الأمين وصلاتك كل ناحين. بنيوت
قلبك مدة طويلة بذلوا كل وسيلة بكم حيلة وحيلة بأختك ذكروا لكي ما يحلقوا بهذا ويرجعوا من يوتاف أنطونيو نطلوا الذهب والمال أمامك على الجبال يضوي بين الرمال من يوتاف أنطونيو أتوك بطرب وغنى وصورة نساء لتسقط في الإغرام من يوتاف أنطونيو وأتوك بشكل أسود ونمور وخمود بصياح كالرعون من يوتاف أنطونيو جاوب بهزاهم لتخاف من رؤياهم فوضعت أغزال من يوتاف أنطونيو صرخت يا أخويا لماذا هذا العناء ترابنا وهبا عجبي لتجمركم على ضعفي وتظاهركم أنا أضعف من أصغركم من يوتاف أنطونيو يا برجي علي وحصين يا مثال للمنسحقين تتواضع للشتاتين من يوتاف أنطونيو يا قدوة ومثال على مدى الأجيال يا ساكن الجبال من يوتاف أنطونيو يا مثال البتولية والقوة الروحية وهدور البرية من يوتاف أنطونيو يا عظيم في جهادك يا حكيم في إرشادك اشفع في أولادك من يوتاف أنطونيو
لم نحياك حياة، لم نسلو في صفاتك، فاذكرنا في صلاتك. من يؤتى أنطونيوس اشفع فيما زلمنا وضعف طبيعتنا، في مدة غر بدنا بنيوت أنطونيوس. مع الترحيب بجميع الآباء الأساقفة والخصوص والرهبان الحاضرين معنا، اللي أنشد الأناشيد في هذه الليلة كورال الملائكة بكنيسة السيدة العذراء مريم بإبارشية بنهاول وست. نحاول نجاوب شوية أسئلة. قبل ما ابتدي الأسئلة أحب أرجو منكم رجائين. الرجاء الأول، ناس بيبعتوا أسئلة طويلة طويلة وبخط رفيع رفيع تاخد وقت في القراية ما نقدرش عليه في الاجتماع ده. اللي يسأل يسأل بهداوة وبدقة ورقة وكم سطر وكفاية، لكن يعمل لي عريضة قد كده وساعات صفحتين أقراهم امتى؟ مش معقول. إذا أردت أن تطاع سل ما يستطاع. تاني حاجة، اللي بيجيبوا لي حاجات أمضي عليها. النهاردة مثلا في نتائج بصورة مضيت عليها، لكن في كمية قد كده نتائج، يعني ما تقلش عن 50 واحدة. مش معقول يا جماعة، لازم تطلبوا المعقول إلى جوار كميات من الصور. خلي كل حاجة في حدود المعقول. حاجة تاني عايز أقولها لكم، إن إحنا بنشتغل دلوقتي في الكاتدرائية في مسألة الكهرباء والصوت والصوت وحاجات تانية زي ما انتوا شايفين الشدات الموجودة،
إن شاء الله الشدة دي تتشال وتتحط التركيبات معينة بصلواتكم. الست اللي في الزغرة دي زغرتها توصل لبنها ولا لا؟ على فكرة كلمة زغروطة لغويا كلمة زغردة زي غردة، فالزغروطة نوع من التغريد، بس التغريد النسائي، الرجال ما يعرفوش يزغرطوا. أنا ساعات في أمريكا يستقبلوني برضو بالزغريت، فأعرف أنهم جايين من مصر، لأن ما فيش أمريكي الجنسية يعرف يزغرط، حاجة بتاعتنا احنا بس. نجاوب شوية أسئلة. ناس من فرنسا بيسألوا عن رسامة الأخ جوزيف استفانوس. هو لم يرسم على كنيسة الملاك، ملهوش دخل أبدا بكنيسة الملاك، هو رسم على كنيسة جديدة لسه هيكون لها شعب، فأرجو شعب كنيسة الملاك ما يتدخلش في كنيسة أخرى لا علاقة لهم بها. ناس يطلبوا صلاة ربنا يكون معاهم. ناس بيتكلموا عن قسيس في كنيسة شبين القناطر، هحقق في الموضوع ده، خلي بالك منه.
الواحدة بتقول إنها من طنطا وتركوا أبوهم، وبتقول كتبنا إيصالات أمانة ووقعت ضامنة لأمي، وعلينا جلسة يوم 22/12 ولو لم نسدد المبلغ سوف نسجن، وأنا أيضا ويضيع مستقبلي. أنا قلت كتير أرجوكم لا توقعوا على إيصالات أمانة. يوقع واحد على إيصالات أمانة هيجرله اللي يجرله. وأسوأ من هذا جدا اللي يوقع على بياض، يوقع إيصال أو شيك على بياض، على بياض يعني يكتبوا له أي مبلغ خيالي ما يقدرش يتصرف فيه، وبعدين تغلطوا وتيجوا للكنيسة تتحمل أخطائكم. أنا مش عارف إيه الإيصالات الأمانة اللي أنتوا وقعتوا عليها، بتقول لجأنا للكنيسة وقالوا ليس مصرح لنا بمساعدة من يقوم بالتوقيع على شيكات. بتقولوا لم نوقع على شيكات إلا لأنه تراكمت علينا الديون. السؤال ده عجيب شوية. واحدة بتقول أنا بنت مخطوبة من سنتين وبين أمي وأبي مشاكل، أبوهما بينهم مشاكل وهي مخطوبة، وأبي يرفض إتمام الموضوع مقابل عودة أمي للمنزل. طب والبنت ذنبها إيه؟ يقول لها مش هقف على الخطوبة غير لما أمك ترجع. طب لو أمك رجعت واختلف معها تاني يفك الخطوبة؟ ولو اصطلحوا مؤقتا وتم الزواج وأمك خرجت وما رجعتش يطلقك؟ أنا مش عارف الأبهات دول يعني بيطيبوا أولادهم كده ليه. بتقول ولا يوجد أب كاهن يريد مساعدتي، ولا أعرف إلى أين أذهب، وماذا أفعل؟ أرجو مساعدتي. هل ينفع العنوان ده اللي كاتبه؟ هنقدر نجيب لا كاتبه اسمها ولا عنوان؟
أبونا الوكيل بيقول اتصل بأب ليها، أب اعترف يعني، بس أرجو متابعة الموضوع وتقولوا لي النتيجة. I received a letter from a girl saying to me that she wants to live in a cave near the monastery of Ambabola. We can't allow any lady, any woman, any girl to live in a cave. It is very dangerous and if it was mentioned in the past, now everything is changing. I am sorry to say to her, we can't allow you. Another letter. Our beloved father, here in USA, we suffer a lot from Jehovah Witnesses and the Protestants. They didn't stop preaching in every way, even in our kids' school. We try to protect our children as much as we can, but we are afraid. Please help us. Also, we need from Your Holiness some sermons about it, which will help us a lot. I published a book about Jehovah Witnesses. I don't know whether it was translated to English or not, but I'll try to do whatever I can for you.
جهوفا ويتنسز دول اللي هم شهود يهود عاملين لهم تعب في أمريكا مش بس هنا في مصر. Another question from CYC Christian Youth Channel. Will Lord Jesus Christ punish any sinner in his life on earth because of his sins, even he regrets a lot and confesses? And why didn't Jesus forgive us without punishing? Not every sin has punishment on earth, not every sin, but some sins. It happened in Old Testament and in New Testament also.